تفصلنا عن نهاية هذه الجولة الثانية. قوتينا على القوة، عودتينا على قوة الشخصية أيضا. والله بالنسبه للعمل تاعها نتوقعوها على خاطر ايمان كيف حتبان لحقت لهذا المستوى وهذا التتويج اليوم. شعور لا يوصف صورتها في نشيد قسما في فرنسا. فخر كبير لكم انتم. فخر لنا وللجزائر. للجزائر. شايف هو الحدث اللي كانت بينك وبينها المكالمه اللي كانت بينك وبينها. والله لا الحلم تحقق انه انتصار عظيم، هذا فخر لنا وفخر شرف كبير. شعور لا نستطيع ان نعبر هذه الفرحه. وهذا الاخت ايمان تربات وكبرت هنا في عين مصباح. كانت اليوم ايمان خليف في الميدان، يعني اثبتت جدارتها واثبتت حضورها والحمد لله، يعني كانت نجحتها بامتياز الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي، ايمان خليف جابت لنا الذهبيه اليوم، ما خيبتش املنا، كانت بطله في الميدان، اثبتت حضورها ووجودها. نتمنى لها المزيد من التالق والنجاح في محافل دوليه اخرى.